اليوم زارنا الأخ المقدم إبراهيم الطيب وشاف هاي النخلة، قال ليش هاي النخلة هيك؟ قلنا والله احنا ما نعرف بهاي شغلة النخل. قال لا ما يصير، جيبوا لهذا وهو صايم، وقال أنا أريد أسويها يا بعوفة تفطر تتعب وما قبل أصر. قال ألا أشتغلها، ما أقبل أشوفها هيجي هاي النخلة، ما يصير لأن هذا وقتها ولازم تتكرم، وأنا هسه ما أريد يتعب وأريد أحجز بيه وما ينحجز، ما قبل. وجبنا حسان يتعلم الشغلة وما ضبطها، وما شاء الله اشتغل بيها خوش شغل. وهاي طلعت الشغلة مالت الكراب، ما ادري ايش يقولوا لها، شغلة تكريب، شغلة متعبة متعبة، يعني الله يساعد هذول اهل النخل شلون يعني هاي الاشجار يقومون بيها بهذا العمل المتعب. ما كنت اتصور يعني عمل متعب. ونشكر الاخ العزيز مقدم ابراهيم الورد الطيب، طبعا محبوب بالمنطقة بأخلاقه الطيبة، يعني مو مجاملة، عنده أخلاق، يحمل أخلاق عالية جدا المنطقة كلها يعني. راح تفطر اليوم مقدم ابراهيم؟ افطر والله طريق الدياله. الله يسلمك.